احنا المغاربه الوحيدين اللي كنسدوا على الماعن في الفيترين. اخر مره جبدناهم في 96 من جا الواليد من الحج. علاش زعما حيت غاليين؟ دابا مع مرجان كلشي رخاص، زلايف طباصل وزيد وزيد غير بخمسة درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاثمان. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا. اليوم كنتواجدوا بداخل مقهى مدينه الدار البيضاء باش ننقلوا لكم اجواء المقابله اللي غادي يخوضها المنتخب المغربي امام النظير ديالو المنتخب الراس الاخضر. بقوا معنا مشاهدينا. الشوط الاول الحمد لله راه فانت النتيجه وعطى ما عنده فيه الكفايه للفريق الوطني، وراه من المزيد ان شاء الله كنتمنوا المزيد ديال الفريق الوطني، وهذا المدرب الجديد يعطي للوطن ويعطي للبلاد ديالنا ويشرف البلاد ديالنا، وهذا اللي كنتمنوا منه حنايا. وتوقيت الفرصه في الشوط الاول من الحارس جوسيمار الشوط الثاني كان المنتخب المغربي لعب بطريقه جيده وحاول يحافظ على نتيجه الانتصار تحت لي فرص، وفريق الاخر هو تحت لي فرص، وهنيئا للفريق الوطني المغربي وانه الان غيتصدر المجموعه ديالو. وبزيد خصني نزيدو لقدام فهمتيني، اما الماتش عجبني فهمتيني، وخص التقنيه تكون المدرب هذا بعدا حرك اللعابه مزيان بقدوات اجتهاديه. الشوط الثاني اختي مزيان، غير نتمنوا ان شاء الله يكون احسن من هذا، المنتخب ان شاء الله يكون احسن ويزيد. اذا مشاهدينا الكرام، كيف ما شاهدتوا معنا الشوط الثاني عرف انتهى وعرف فوز المنتخب المغربي امام منتخب الراس الاخضر بهدف لصفر. المنتخب المغربي اللي عرف انسجام وعرف قوه قتاليه داخل الميدان وتمكن انه يفوز بهذه المقابله هذه في انتظار مقابله العوده بملعب الكبير مدينه مراكش الثلاثاء المقبل. إلى اللقاء.